يا فندم، وخصوصا انه وفقا لمعلوماتنا البسيطه انه الدستور لا يس يعني حاطط قيود كثيره جدا على هذا الموضوع. ما هو يا فندم ده قانون استلزمه الدستور، يعني الدستور استلزم ان يبقى فيه قانون بهذا الامر. فاحنا حاليا بندرس تجارب الدول الاخرى بحيث ان احنا نشوف اقرب التجارب اللي تلائم مصر وتتماشى مع نصوص الدستور، ثم سنقوم بعد ذلك بوضع مسوده اولى لهذا المشروع. وكنهج الوزاره دائما في مثل هذه المشروعات سنقوم بطرحه على الحوار المجتمعي ونشكل لجنه لاعداده ونعيد طرحه مره اخرى لتلقي اي تعديلات او مقترحات بشكل. ايوه بس ايه حدود هذا القانون؟ يعني في اجراءات معينه القانون ده هينص عليها، نوعيه التجاوزات او نوعيه الجرائم اللي ممكن يقوم بيها، اللي ممكن يتم تحديدها وتوصيفها بالنسبه لرئيس الجمهوريه؟ هيتحط طبعا بعض الجرائم اللي تستلزم نصوص خاصه، وفي نفس الوقت هنشوف مين الجهه او المحكمه تشكل ازاي لتحاكم رئيس الجمهوريه، هل بالتشكيل القائم حاليا في المحاكم ولا يستلزم محكمه ذات تشكيل معين. اذا كان انه ده تبقى يعني ممكن يبقى محكمه خاصه، محكمه محدده بتشكيل خاص بعيد عن المحاكم الموجوده، مش خاصه، علشان خاصه ممكن تخطئ. لا ما كلمه خاصه انا فاهم، بس قصدي محكمه. اتفضل يا فندم. قضاه ولكن بمناصبهم، يعني مثلا يبقى رئيس محكمه استئناف القاهره يبقى معاه كذا كده، يعني ده اللي هيبقى شكل التشكيل المتصور. يعني هذه ما زالت مجرد افكار. مفهوم. وفي نفس الوقت هل يتم تقديم الدعوه مباشره الى المحكمه ولا مين اللي يقدمها؟ هل يقدمها النائب العام ولا تستلزم موافقه من نسبه معينه من البرلمان؟ وهذه امور تاخذ بها بعض الدول، يعني في دول بتاخذ ان الدعوه تقدم مباشره ودول اخرى بتستلزم ان البرلمان يوافق على احالته للمحاكمه. فما زلنا في مرحله الدراسه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا مستشار احمد سلام المتحدث.